الحقيقه من الاستعمالات بتاعه الزي ترانسفورميشن، لان هو يعني مختص بالجزء بتاع الديسكريت تايم سيجنالز، ان انا بحل بيها بقى الديفرنس ايكويشنز. اوكي، الديفرنس ايكويشنز هي المقابله للديفرنشال ايكويشنز اللي كانت موجوده عندي في الكونتينوس تايم سيجنالز. اوكي، فبيسيكلي اتس فيري سيميلر تو لابلاس ترانسفورميشن. لابلاس ترانسفورميشن لما كنا بنتكلم على ديفرنشال ايكويشن، لما كان عندي بيبقى فيرست ديريفيتيف كان بضرب في اس، لما بيكون عندي سكند ديريفيتيف بضرب في اس سكوير وهكذا. فطبعا زي ما احنا كنا بنتكلم على الجزء ده في البروبرتيز بتاعت ال بنتكلم على كوزال سيجنالز، هيبقى عندي اكس اوف ان ماينس كابيتال ان، وان دي طبعا انتجر، هتساوي في الفورورد زي ترانسفورميشن بتاعها هيبقى عباره عن زي تو ذا ماينس ان في اكس اوف ان. فبيسيك لو انا عندي مجموعه من الحدود اللي زي كده عباره عن اكس اوف ان بديفرنت شيفتس بديفرنت تايم شيفتس، انا ممكن احولها في الاخر لبولينوميال اوف زي بالايه بالزي ترانسفورميشن. اوكي، ودي تسهل عليا جدا 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 في الحساب. اوكي، برضو كالعاده لو انا كنت بتكلم بقى على حاجه نون كوزل، هيبقى عندي بقى في بعض الحاجات لها يعني معتمد على الانيشال كونديشنز بتاعتي، فمعنى كده هتكلم برضو على الحل بتاعها هيبقى عباره عن زيرو ستيت وزيرو انبوت ريسبونسز. كويس، لو بتكلم على حاجه كوزل يبقى عاده بتكلم على حاجه لها زيرو انيشال كونديشنز، فبتكلم على الزيرو ستيت ريسبونس اللي هو الجزء الاولاني دوت. ده اكشولي يهمني اكتر من الجزء الثاني، اللي هو الجزء اللي هو فيه زيرو انبوت ده او الجزء الترانزيانت ده، ده ما يهمنيش قوي في الديجيتال سيجنال بروسيسنج الحقيقه. على سبيل المثال لو انا خدت السيجنال بتاعتي او خدت الديفرنس ايكويشن بتاعتي عباره عن الشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت، اكس اوف ان بتساوي يو اوف ان، وواي اوف ان بتساوي واي اوف ان ماينس 1 ماينس 0.25 واي اوف ان ماينس 2 بلس اكس اوف ان. اوكي، لو انا خدت السيجنال دي زي ما هي كده او خدت الديفرنس ايكويشن دي زي ما هي كده، ممكن اجيب لها الزي ترانسفورميشن بتاعها يطلع لي بالشكل اللي انا شايفه هنا ده كده. اوكي، دي هتبقى عباره عن واي اوف زي، دي هتبقى عباره عن زي ماينس 1 في واي اوف زي، دي هتبقى عباره عن ماينس 0.25 زي ماينس 2 في واي اوف زي بلس اكس اوف زي. انا هاخد بقى كل التيرمز اللي فيها الواي واديها الناحيه الثانيه، ويبقى عندي بولينوميال بالشكل ده في الزي، واقدر منها اجيب الواي اوف زي بتساوي اكس اوف زي على الكلام ده. نفس الكلام اللي كنت بعمله بقى، انا دلوقتي عايز احسب من الايكويشن دي، انا عايز احسب واي اوف زي بتساوي كام، ده الحل بتاعي لان انا عارف اكس اوف ان اوريدي، عارف الانبوت بتاعي ده بيساوي كام. فالاكس اوف زي دي على طول من التيبل اقدر احطها. اوكي، اللي هي عباره عن 1 على 1 ماينس زي ماينس 1. اوكي، ومطلوب مني بعد كده بقى ان انا اخد الترم اللي هو الكلي اللي موجود عندي هنا ده، اعمل له بقى البارشال فراكشن اكسبانشن، او اعمل له بقى طريقه الانفرس زي ترانسفورميشن اللي انا افضلها او اللي تبقى شكلها مناسبه يعني، ومنها اجيب بقى في الاخر فاينل سولوشن بتاعي بيساوي كام. طبعا الحل ده في منتهى البساطه، وخاصة ان عندي هنا لو احنا شايفين كده ده ريكيرسيف سيستم. ريكيرسيف سيستم معنى كده ان هو ده انفينيت امبالس ريسبونس سيستم، يعني واي اوف ان دي هتطلع لها انفينيت اكستنشن. فلو انا حسبتها قيمة باي قيمة يعني فاليو باي فاليو، انا هجيب مجموعة من الفاليوز بس مش ممكن اجيب كل الفاليوز، انما لما حليتها بزي ترانسفورميشن الاكسبريشن بتاعي اللي جالي هنا ده كلوز فورم سولوشن، يعني عند اي ان حتى لو حطيت ان ب 100 مليون مثلا، اي قيمة لان اقدر احسبها من الايه من الاكسبريشن ده واجيب الواي اوف ان بتاعتها بتساوي كام. اوكي، فدي تورينا ان احنا فعلا بزي ترانسفورميشن نقدر نحصل على كلوز فورم سوليوشن للديفرنس ايكويشنز، مش بس نحل الديفرنس ايكويشنز دي عشان نحصل على فاليو او اتنين في الاول، يعني مجموعه من الفاليوز في الاول.